ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً، وعلى طاعته ثانياً، وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناء بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، الحق والباطل، صراع بين البشر، صراع بين العطاء والنقص، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. استمع إلى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن لا يكفي أن تقول آمنت بالله، لا يكفي أن تفهم الأمور فهما نظريا، لا يكفي أن تستمع إلى خطبة فتقتنع بها، لا يكفي أن تقرأ كتابا إسلاميا فتسر به، لا يكفي أن تسمع شريطا فتعجب بقائله، لا بد من عمل، لا بد من منعكس لهذا الفهم. لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الأحباب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الله في خلقه أن يبتلي عباده المؤمنين لأنهم مؤهلون. الصبي خارج المدرسة لا يمتحن، ليس له مستقبل، من المشردين. أما إذا دخل المدرسة فلا بد من امتحانات. فحينما نوطن أنفسنا على أننا اخترنا الله ورسوله واخترنا الدار الآخرة، إذن لا بد من الامتحان ولا بد من التمحيص. فالامتحان له هدف تربوي وهدف كشفي إن صح التعبير وإن صح القياس، يكشف حقيقة الإنسان. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءه نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. آية ثانية: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. آية ثالثة:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سهل جدا أن تقول ما شاء وأن تمدح نفسك كما تشاء وأن تصف إيمانك كما تريد، لكن الله متكفل أن يحجمك، أن يضعك في خانتك الصحيحة، أن يضعك في حجمك الحقيقي. فلذلك يقول الله عز وجل في آية بليغة، وكل كلام الله بليغ: إنا كنا مبتلين. وما هذه الأحداث الجسام التي يمر بها المسلمون في العالم إلا من هذا النوع: إنا كنا مبتلين. أيها الإخوة الكرام، لماذا في مناهج البحث يعتمد المنهج التاريخي كمقدمة للبحث؟ لأن التاريخ يضيء الحاضر. أنا أضعكم أيها الإخوة في هذه الخطبة مع بعض الأحداث التاريخية التي قد تلقي ضوءاً كاشفاً على ما يعانيه المسلمون في هذه الأيام. قتل أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخدود وأحرقوا فيه المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن الله جل جلاله على من أثنى في هذه الآيات؟ أثنى على الذين احترقوا وسمن عملهم ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. وعلى من غضب؟ على الذي فعل هذا. فما هو النصر الحقيقي؟ أن تكون في سخط الله أم في رضوان الله؟ النصر الحقيقي أن تكون في رضوان الله، وأن تكون ثابتاً على المبدأ، وأن تكون صحيح العقيدة، سليم المنهج، مؤمناً بالله، متوكلاً عليه، راغباً فيما عنده، تخشاه ولا تخشى معه أحداً. هذا هو الإيمان الحقيقي. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوا، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار. وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا: يا نار كوني بردا. لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار برداً وسلاماً. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. سيدنا يونس في بطن الحوت. لمن هذه القصص؟ لأخذ العلم؟ لا والله. للاستمتاع القصصي؟ لا والله. لمن هذه القصص؟ لنا. سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك. ما كان في خلوي: إني كنت من الظالمين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قانون قلبها إلى قانون. هل أنت في محنة كهذه المحنة؟ هل أنت في محنة كمحنة سيدنا إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل أنت في محنة كمحنة سيدنا يونس؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه حقائق أيها الإخوة، والعاقبة للمتقين. في النهاية المنتصر هو المؤمن، الجنة للمؤمن، خريف العمر المتألق للمؤمن. الامتحان لا بد منه، الامتحان من سنن الله الكبرى. إنا كنا مبتلين. سيدنا موسى حياته كلها محن، رافقت هذا النبي الكريم رضيعا تتقاذفه الأمواج، شبت معه هذه المحن، فتى يانعا هاربا من بطش، زاد حياته محن على محنة، أبو لنقمة ذهه وسفههم من جهة ثانية. ويمضي موسى في طريقه حاملا كل التبعات، وفي فترة من فترات الضعف البشري يحس بالخجل والخوف يختلجان في صدره وهو في قلب المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما تداركه بالمدد، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالحسابات ما في أمل، قلة قليلة، شرذمة هاربة، وراءهم فرعون بقوته وأتباعه وأدواته وآلته الحربية والبحر أمامه. أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، لم ينفي بل ردعهم. أيها الإخوة الكرام، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي أصابت المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفنن أهل الجاهلية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتكروا كل جديد لضرب الإسلام، حشدوا كل قواهم لعرقلة مسيرة هذا الدين، عمدوا أولاً إلى أسلوب خسيس رخيص، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، من أنا؟ أنا عبد ضعيف. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أعيد وأقول، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، لأن الإسلام ثورة حقيقية. كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة، وما هذه المحنة إلا ثمن الجنة. سيدنا بلال، كان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت ظهيرة تطرحه على ظهره في ضحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يتهدده قائلا إنك ستظل هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، أو تعبد اللات والعزة. وكان بلال يردد ويقول أحد أحد. محنة آل ياسر. أما ياسر الأب لم يقوى على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه، وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل
فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام. فنزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الإخوة الكرام، خبيب ابن عدي الذي ساقه كفار مكة إلى مكة وباعوه لمن قتل أبوه في بدر، وضع على خشبة الصلب، وتقدم منه أبو سفيان وقال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى؟ فقال قولة والله لا أشبع من تردادها. يقول هذا الصحابي الجليل: والله ما أحب أن تكون لي الدنيا وعافيتها ونعيمها وأنا في أهلي وولدي، في بيته وزوجته وأولاده ومعه مال وفير وعافية ونعيم ورفاه، وأن يصاب رسول الله بشوكة. وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك. فقال: لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا، إن قتلي في الله لقليل، ما قدمت شيئا، اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ما في أحد حوله من المؤمنين، اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بين صحبه في المدينة، فأخذته غيبة، ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح، وعندما أخذت الرماح تمزق جسده استدار نحو الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنين. واستمر أعداء الله يمزقون جسد خبيب برماحهم وهو لا يفتر يردد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة، الذي يموت على الإيمان هو المنتصر، الذي يموت ثابتا على المبدأ هو المنتصر، الذي يموت محبا لله ورسوله هو المنتصر، الذي يقيم الإسلام في بيته هو المنتصر، الذي يقف عند حدود الله هو المنتصر، الذي له عمل صالح هو المنتصر، الذي له دعوة إلى الله هو المنتصر، وليكن وضعه المادي ما كان. أيها الإخوة الكرام، الحسن البصري دخل في محنة مع الحجاج، قال قولة الحق فأمر بقتله. فلما دخل على الحجاج ورأى السياف واقفا والنطع ممدودا، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، وإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويجلسه على سريره ويقول له: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. واستفتاه ثم أكرمه وودعه وشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب ذهلا وصعقا، ما الذي حدث؟ جاء به ليقتله والسياف واقف. فتبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، ماذا قلت لربك؟ قال: قلت: يا ملاذي عند كربتي، ويا أنيسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. محن المسلمين أزلية أبدية، لكن لهم الجنة. ألم يدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ رآه مضجعا على حصير أثر في خده الشريف، وين السرير؟ وين الرياش؟ الفرش الوسيرة وين؟ بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر، هل أنت في شك؟ يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أننا إذا كنا كما أراد الله كان الله كما نريد. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك.
أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمد لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.